تعددت جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتشمل تقديم الدعم النقدي والغذائي والإمداد بالمستلزمات الدراسية للأسر الفقيرة الأكثر احتياجاً، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية. وشمل الدعم النقدي نحو 107 آلاف أسرة بإجمالي 56 مليون جنيه، كما تم توفير الدعم الغذائي متمثلاً في تقديم وجبات مدرسية لنحو 35 ألف طالب في 10 محافظات بإجمالي تكلفة تقدر بمليون جنيه يوميا لتغطية العام الدراسي بالكامل.